بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان. عبر سموه فيها عن أطيب تهانيه لفخامته بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه للسودان ولشعبه الشقيق مزيدا من الرفعة والتقدم. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى كل من أخي الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس جمهورية السودان وأخي معالي السيد حسب محمد عبد الرحمن النائب الثاني لرئيس جمهورية السودان. عبر فيهما سموه عن أطيب تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.